بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه عالم الوجود في محله مأمولا للقاء فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط الخامس من شروط صحة السلم أن يكون المسلم فيه، وهو السلع التي سلم ثمنها مقدما وأجلت، أن تكون هذه السلع مما يغلب وجوده وقت حلول الأجل، مما يغلب وجوده وقت حلول الأجل. مثلاً إذا أسلم في الثمار فمعلوم أن وجود وقت أخذ هذه الثمار من الشارية، تمر مثلاً وقت وجوده الجذاذ، العنب معروف وقت وجوده، وكذلك إذا كان السلم في مصنوعات، فيشترط أن تكون هذه المصنوعات يتحقق أو يغلب وجودها عند حلول الأجل، تكون المصانع تنتج قائمة تنتج هذه السلع وهذه المصنوعات. أما إذا أسلم في شيء لا يغلب وجوده وقت حلول الأجل فهذا لا يصح، يعني فيه غرر، لأن فيه غررا وجهالة. الأشياء التي لا يعلم لها وقت وجود لا يصح السلم فيها لما في ذلك من الغرر والجهالة، لأنها قد لا توجد، يحصل النزاع ويحصل على صاحب المال مضرة في فوات حقه. نعم. أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمولا في محله. نعم، يعني وقت حلوله، محله وقت حلوله، وأما محله فهو وقت، فهو مكان، محله مكان وجوده، أما محله فهو وقت حلوله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. عام الوجود في محله مأمولا للقضاء فيه. نعم. ثم محلها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها يعني وقت حلول أكلها. نعم. لأن القدرة على التسليم شرط ولا تتحقق إلا لذلك. نعم. وإن كان لا يوجد فيه لم يصح لذلك. الشرط السادس أن يقبض. وهذا يتأتى في الثمار، يتأتى في الزروع، يتأتى في الصناعات، يتأتى في الكلأ. مثلاً إذا أسلم في كلأ، يعني في عشب، فإنه يغلب وجوده وقت الشتاء، وهكذا يعني. فإذا غلب وجوده يكفي، ولو قدر أنه يحصل تخلف بعض الأحيان، يحصل قحط، يحصل تصاب الثمار، تصاب الزروع، هذه أحوال نادرة، إذا حصلت لها حكم، لكن الغالب أنها توجد وقت الحلول، يحصل المقصود ويزول الغرر والجهالة. نعم. الشرط السادس أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما. هذا شرط أساسي. الشرط السادس أن يقبض الثمن كاملا، يقبض الثمن كاملا قبل التفرق. فإن تفرق ولم يقبض الثمن أو لم يقبضه كله فإن العقد لا يصح،
لأنه يكون بيع دين بدين، بيع الدين لا، بيع الدين بالدين لا يجوز. وهذا معنى السلم، معنى السلم والسلف أن يسلم أو يسلف، يعني يقدم الثمن، يقدم الثمن ويقبضه الطرف الذي تعاقد معه. فلو تفرق قبل قبض رأس المال مثلا، قال كتبوا العقد وانتهوا وقال أجيب لك النقود مثلا العصر أو بكرة، أو أعطيك إياه في المحل الفلاني، تجي لمي بالمحل الفلاني أعطيك، يقول لا هذا ما يصح. إلا لو إنهم مشوا جميع، لو ساروا جميع من محل العقد إلى المتجر أو إلى المحل لم يتفارقا فلا بأس. أما إذا تفارقا قال رح وتجيني بكرة أو بعد العصر مثلاً ومن الصبح، يقول بطل العقد، لأن هذا صار بيع دين بدين، هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، هو بيع الدين بالدين لما في ذلك من الغرر والجهالة. مثل عقود المقاولات، إذا مثلا تعاقد مع شخص أو مع جهة أنها تؤمن كراسي أو تؤمن ماصات أو تؤمن إعاشة للطلبة، هذا سلم، يشترط أن يسلم الثمن في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين في مجلس العقد. أما إذا تعاقد ولم يسلم شيء، تفرقوا من المكان ولم يسلم شيء، فالعقد باطل لأنه أصبح بيع دين بدين. نعم. أن يقبض رأس المال السلام في مجلس العقد قبل تفرقهما، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل المعلوم. والإسلاف هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن، هذا الإسلاف. نعم. والإسلاف التقديم. نعم. سمي سلفا لما فيه من تقديم رأس المال، فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح. نعم. ولأنه يصير بيع دين بدين، فإن تفرق قبل قبضه بطل. نعم. وإن تفرق قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقدر مقبض، فيما لم يقبض. إذا سلم له بعض الثمن وقال البازي تجيني أو أدوره لك، نقول اللي سلم هذا صحيح، أما الذي لم يسلم هذا بطل العقد فيه. فإذا مثلا أسلم بألف ريال، سلم له 500 وقال الباقي 500 سلمك إياه وقت آخر، نقول هذا يصح فيما سلم فقط 500، أما الباقي هذا لازم من عقد جديد. نعم. وفي المرغوب وجهان بناء على تثبيت الصفقة، يعني صح في فيما قبض وبطل فيما لم يقبض. نعم. الشرط السابع أن يسلم في الذمة. الشرط السابع أن يكون المسلم فيه وهو السلع المؤجلة أن تكون في ذمة المسلم إليه، في ذمته ولو كانت غير موجودة وقت العقد. فإن أسلم في شيء موجود، لو أسلم في سلع موجودة وقت العقد فهذا لا يسمى سلما، وإنما يسمى بيعا، يسمى بيعا، لأن العقد على شيء موجود هذا يسمى بيع. أما العقد على شيء غير موجود لكنه موصوف بصفات تميزه فهذا هو السلم. نعم. الشرط السابع أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين لم يصح. في عين يعني في شيء موجود، العين معناه الشيء الموجود وقت العقد. نعم. لأنه ربما تلف قبل وجوب تسليمه فلم يصح، كما لو أسلم في مكيال معين غير معلوم القدر. لأن هذا الشيء المعين الذي أسلم فيه ربما يتلف قبل حلول الأجل، لا قال ما خالف أنا
آخذ منك دراهم وأعطيك السلع الفلانية الموجودة الآن، لكن ما أعطيك إياها إلا بعد 6 أشهر، نقول هذا لا يصح سلما، لأن هذه الأشياء الموجودة الآن ربما تتلف قبل 6 أشهر، فإذا حل الأجل يتضرر الطرف الثاني. من يضمن بقاءها؟ من يضمن بقاءها إلى حلول الأجل؟ نعم. ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلام فيه. الشيء الموجود لا حاجة إلى السلام فيه، لأنه يمكن أن يبيعه ويستفيد من ثمنه. نعم. مسألة، ويجوز السهم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. نعم، سواء كان الأجل أجلا واحدا أو كان مفرقا يصح. مثلا لو قال هذه 100 ريال 500 كيلو من التمر، سلمها لي بعد سنة، بعد سنة، ولا هذا صحيح؟ أو قال في 500 كيلو من التمر تسلمها لي شهريا، كل شهر سلم لي منها كذا وكذا، هذا أيضا يصح سواء كان الأجل واحدا أو عدة آجال. ومثله الآن الإعاشة اللي تسلم يوميا، تسلم يوميا إعاشة الطلبة مثلا، المقاول يسلم الإعاشة يوميا للطلبة، هذا لا بأس به للحاجة، لأن الحاجة تدعو إلى هذا، تدعو إلى أنه يسلم يوميا، هذا يدخل في السلم. نعم. لأن كل بيع جاز في أجل واحد جاز في أجلين وأجال. نعم. كبيوع الأعيان. نعم. ولأن هذا أسهل، لأن الحاجة قد تدعو إلى مثلا تسليم المتفرق. مثلا رحت لما القصاب مثلا وقلت هذه 1000 ريال على أنك تعطين 10 كيلو كل يوم من اللحم، لأنك محتاج إلى أنك تستلم اللحم في كل يوم، هتستلمه جميع، لأنك لو استلمته جميع خرب، لكن بحاجة إلى أنك تستلم منه يوميا كل يوم كذا وكذا كيلو لحم. أو الخباز تعطيه مثلا مبلغ من المال على أنه يسلم لك كل يوم جملة من الخبز يوميا، عندك عمال ولا عندك عائلة كبيرة ولا، سلم لك يوميا، لا بأس بذلك، لأن الحاجة تدعو إلى هذا. لو أخذت الخبز كله حق شهر أخذته بيوم واحد خرب، وكونك تأخذه شيئا فشيئا كل يوم هذا أحسن وأسهل على الناس، فيجوز مثل هذا ويسمى سلما. نعم. وإن أسلم ثمناً واحداً في شيئين فليجوز حتى يبين ثمناً في جنس. إذا كان المسلم فيه شيئاً واحداً هذا ما فيه إشكال، كأن يكون براً أو تم أو تمراً أو غير ذلك، شيء واحد. أما إذا كان المسلم فيه أشياء مثلاً أعطاها 1000 ريال بتمر وبر، يعني المسلم فيه بعض التمر وبعض البر، فلا بد أن يحدد، لا بد أن يحدد كمية البر وكمية التمر، ولا بد أن يحدد قيمة البر وقيمة التمر حتى لا يحصل نزاع فيما بعد. يقول مثلا هذه 500 ريال ب1000 كيلو تمر، وهذه 500 ريال ثانية ب600 كيلو من البر، كل شيء محدد، الثمن والمثمن كلاهما محدد. أما لو قال له هذه 1000 ريال بتمر وبر إلى 6 أشهر، يقول هذا غلط ولا يجوز، لأنك ما حددت الكمية حتى نرجع إليها عند النزاع. وإن أسلم ثمناً واحداً في شيئين فليجوز حتى يبين ثمن كل جنس، مثل أن يسلم دينارا في قطيف حمضة وقطيف شعير، ولا
لأن ما يقابل كل واحد من الجنسين فلم يصح. لا بد من تحديد الثمن وتحديد المثمن، فلا يكفي الإجمال. نعم. فلم يصح كما لو عقد عليه عقدا مفردا بثمن مجهول، ولأن فيه غارا لا نعلم الفسق بتعذر أحدهما فلا يعرف ما يرجع به، وهذا غرر يؤثر مثله في السلام. مثله. وهذا غرر يؤثر مثله في السلام. نعم. مسألة ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. نعم. من أسلم في شيء لم يجز صرفه إلى غيره، مثلا لو أسلم في تمر عند حلول الأجل قال أنا ما لي حاجة بالتمر، أبيك تعطين بداله بر أو تعطين بداله قماش، أنا ما لي حاجة الآن بالبر، أبيك تعطين بداله سلعة أخرى، يقول هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، ما لك إلا البر الذي أسلم فيه، وإذا قبضت أنت مخير، أبغى تنتفع بها أو تبيع وتشري السلعة اللي تبي، أما أنك تصرفه إلى شيء آخر ما يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، فما على المدين إلا أنه يسلم المسلم فيه عند حلوله، ولو قال أنا ما أبي أنا أبي غيره فإن المسلم إليه لا يلزمه شيء، إنما يدفع المسلم فيه فقط، ثم المسلم اللي هو صاحب السلعة يتصرف فيها، نعم، يبيعها ويشري رغبتها الثاني. نعم. كما أسلف في حنطة لا يجوز أن يأخذ الشعيرة، ومن أسلف في عسل لا يجوز أن يأخذ زيتا، لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود. واضح، هذا واضح، والدليله واضح أنه لا يجوز تغيير المسلم فيه واستبداله بغيره، لأن هذا منهي عنه في الحديث، من أسلف بشيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم. مسألة، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. نعم، هذا واحد أسلم في سلعة من السلع، في تمر أو في بر أو في قماش أو في أي شيء من السلع التي يصح السلم فيها، قبل يقبضها من المدين باعها على شخص، قال أبيع عليك ديني الذي في ذمة فلان، إذا حل الأجل تروح تأخذ، يقول هذا لا يجوز، بيع الدين في الذمة لا يجوز إلا لمن هو عليه فقط، لمن هو في ذمته يعني. أما تبيعه على واحد ثاني هذا لا يجوز، لأنك بعت شيئا لم تقبضه ولم تحصل عليه، إنما هو في ذمة فلان، لا يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، وهذا ليس عندك، إنما هو في ذمة المدين. إذا كان لك دين على شخص ما يجوز تبيعه على واحد آخر حتى تقبضه تستلمه منه، ومن ذلك السلام لأنه دين. نعم. فإذا قبضته منه إن أردت أن تبيعه بعه. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وعد ما لم يضمن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، يعني قبل قبضه من هو في ذمته، وهذا مثله، هذا بيع طعام قبل أن تقبضه لأنه في ذمة فلان، وهذا عام في كل الديون اللي في ذمة من الناس، لا يجوز للدائن أن يبيعها على أحد حتى يقبضها. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ذلك ما لم يؤمن،
رواه الترمذي وقال صحيح ولفظه لا يحل، ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجوز بيعه الطعام قبل قبضه. مسألة لا هي هذه حوالي، حواله نقل الدين من ذمة إلى ذمة، ما هو الحوالة. نعم البيع يسمى بيع. نعم نعم لا السلام لا يجوز بيعه على من هو عليه ولا على غيره، لكن غير السلام من الديون يجوز بيعه على من هو عليه. نعم ولا يجوز الحوالة به لأنها إنما تجوز بدين مستقر. نعم ولا يجوز الحوالة به، الحوالة به واحد يبي منك طعام، واحد يبي منك طعام وأنت لك طعام بذمة فلان سلم، ما تحول داينك على مدينك بذلك، لأن دين السلم عرضة للفسخ، دين السلم عرضة للفسخ. والحوالة يشترط فيها أن يكون المحال به مستقرا، دينا مستقرا، والسلم غير مستقر لأنه عرضة للفسخ، فهو حوالة على دين غير مستقر فلا تجوز الحوالة به. نعم ولا يجوز الحوالة به لأنها إنما تجوز بدين مستقر. نعم السلم يعلم للبيع. مسألة وتجوز الإقالة فيه لأنها فسخ. الإقالة وتجوز تجوز الإقالة فيه لأنها فسخ. الإقالة هي الفسخ، مثلا بعت على شخص بيت أو سيارة ثم ندم المشتري وقال أنا ما لي رغبة الآن بالبيت ولا بالسيارة، انتهت رغبتي، من فضلك بك تقيلني ترفع العقد، هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإقالة لأن فيها تفريجا على المسلمين، لأنه قد يكون شرى شيء ما وتبين أنه ما هو بحاجة إليه، أو تبين أنه ما يقدر على تسديد ثمنه فيما بعد وندم على ذلك، فيستحب للطرف الثاني أن يقيله وأن يرفع العقد. ومن ذلك دين السلم، لو جاء واحد واستدان منك دين سلم وبعد ما تم العقد وانتهى وقبض الثمن تقرر الدين في ذمته، قال والله أنا بدالي إني ما أستطيع الوفاء بهذا الدين فيما بعد أو ما لي رغبة فيه، فلا بأس أن الطرف الثاني لا يجب عليه وجوب، لكن يستحب له الإقالة، لأن الإقالة فيها تيسير على المسلم وإقالة للنادم. جاء في الحديث من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، فالإقالة جائزة في السلم وفي غيره من البيوع، فالنادم يستحب أن يقال. نعم قال ابن المنذر أجمع كل من نحوه عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة، ولأن الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله وليست بيعا، الإقالة ليست بيعا وإنما هي فسخ للعقد ورجوع الشيء إلى أصله، يصبح كأنه لم يجري بين الطرفين عقد أصلا. نعم وإن الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله فلم يكن بيعا. مسألة وتجوز الإقالة في إحدى الروايتين، تجوز الإقالة في كل السلم وتجوز الإقالة في بعضه، لأن ما جاز في كله جاز في بعضه، مثلا لو استدان منك دين سلم 500 صاع مثلا من البر وقال أشوفها ثقيلة علي، لو أنك تقيلني نصفها تأخذ 250 تبقيها دين سلم و250
تقيلني منها الآن وتسترجع ثمنها ما يقابلها من الثمن. يجوز الإقالة في الكل وتجوز الإقالة في البعض. نعم. تجوز الإقالة في بعض الثمن لأنها مندوب إليها، وكل معروف جاز في الجميع جاز في البعض. لأنها معروف، الإقالة معروف، ليس المقصود منها الاستثمار والمقصود منها الطمع، وإنما المقصود منها الإرفاق، المقصود منها الإرفاق والإحسان إلى الطرف المتضرر. نعم. كان الرواية الأخرى ما يجوز إلا في الكل ولا يترك. نعم. وكل معروف جاز في الجميع جاز في البعض كالإطراء والإنطار، وفي الأخرى لا يجوز. الرواية الأخرى يعني لا يجوز لأن الحكم في الغالب نقل منه الثمن لأجل التأجيل، فإذا أقاله في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي حصلت الإقالة فيه فلم يجوز، كما لو اشترط ذلك في ابتداء العقد. الرواية الأولى هي الواضحة، أنه إذا جاز في الكل جاز في البعض، ولأن الحاجة تدعو إلى هذا، والإقالة باب من أبواب الإرفاق بين المسلمين. نعم. فمنعها في البعض لا وجه له. نعم. نعم. ها؟ البيع العربون في خلاف بين العلماء، عند الحنابلة جائز، وإذا تنازل المشتري فالعربون يكون للبائع في مقابل حبس السلعة، في مقابل حبسه السلعة. نعم. وخرج عليه الإضرار لأنه لا يتعلق به شيء من ذلك، فهو القرض من عقود الإرفاق، القرض وهو أن يدفع مالا لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا هو القرض. القرض في اللغة القطع، القرض في اللغة هو القطع، قطع الشيء يسمى قرضا. تقول قرض الثوب يعني قطعه بالمقراض. وأما القرض في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، سمي قرضا لأن المقرض اقتطع جزءا من ماله ودفعه إلى أخيه ينتفع به ويرد بدله. وهذا العقد من عقود الإحسان التي يؤجر عليها، لأن فيها تفريجا لكربة المسلم وإعانة له، كما لو احتاج إلى نقود أو طلب بنقود وليس عنده شيء ثم ذهب إلى أحد إخوانه المسلمين وقال أقرضني هذا المبلغ أسدد به حاجتي الآن وأرده إليك إن شاء الله، فإذا أقرضه فقد فعل معروفا وإحسانا إلى أخيه، فهو من عقود الإحسان ومن عقود البر. ولهذا لا يجوز أخذ المنفعة عليه، لا يجوز أخذ المنفعة على القرض، سواء كانت هذه المنفعة زيادة أو غير زيادة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن القرض ليس المقصود منه الاستثمار، وإنما المقصود منه نفع المحتاجين وإزالة حاجتهم وعسرهم، المقصود منه الأجر والإحسان، ليس المقصود منه الزيادة والاستثمار. فلذلك القروض التي يؤخذ عليها زيادة هذا ربا صريح بإجماع أهل العلم،
الذي يؤخذ عليها زيادة مشترطة. قال أقرضك 100 ريال ب115 ريال، زيادة 5%، 15%، 20%، هذا ربا صريح بإجماع أهل العلم. على هذا القروض التي تجري الآن من البنوك أو المؤسسات الربوية، القروض بالفائدة، هذه ربا بإجماع المسلمين، ربا صريح والعياذ بالله. وحتى لو كانت الزيادة غير مالية، لو قال أنا أقرضك لكن على شرط أنك تسكنني في فلك أو في عمارك أو في الشقة أو تعطيني السيارة أنتفع بها، أحمل عليها أو أركبها إلى أن تسدد لي، أو أنتفع بها يوم أو يومين، نقول لا يجوز هذا، هذا ربا، ربا صريح. قوله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جرى نفعا فهو ربا. القرض لم يشرع من أجل الاستثمار، وإنما شرع من أجل إعانة المحتاجين وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم. أجمع المسلمون على جوازه لاستحبابه للمقرض، استحبابه للمقرض، أجمع المسلمون على جواز القرض واستحبابه للمقرض. أما المقترض فهو مباح في حقه، ليس مستحبا بل مباح، مباح في حقه. نعم. وهو من المرافق المنبوذ إليها، وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجه. على كل حال، القرض فيه أجر عظيم، لأن فيه إزالة لحاجة المسلم وإعوازه وإعانة له على قضاء حاجته، ثم يرجع المال إلى صاحبه، يرجع المال إلى صاحبه، فصاحب المال ما تضرر وإنما حصل على أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى وإعانة لأخيه المحتاج، فرجع إليه ماله وحصل على الأجر من الله عز وجل. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم أنه شرع القرض، ما دام من السنة لا يخالف الشرع، لأنه إذا خالفهم حصل لفت نظر إليه، ربما أن الجهال يتهمونه ويتكلمون فيه. نعم. نعم. فضيلة الشيخ رحمكم الله، ما حكم التسبيح بالليل والنهار وكذلك الاستياك؟ تسبيح باليد اليسرى جائز، لكن الأولى، الأولى والأحسن التسبيح باليد اليمنى، هذا هو الأولى. وإن سبح باليمنى واليسرى فهذا جائز، لأنه لم يرد دليل على المنع. غاية ما يكون الاستحباب، أن يسبح باليد اليمنى باب الاستحباب لا من باب الوجوب. أما الاستياك باليد اليسرى هذا يدخل تحت القاعدة التي مرت، ما كان من شأنه إزالة الأذى فيكون باليسار، والتسوك إزالة أذى من الفم فيكون باليد اليسرى، يعني يمسك المسواك باليد اليسرى لأنه إزالة أذى. نعم. أذى وهو رائحة الفم ومخلفات الفم. نعم. نعم. الكلام على الصفة ما هو على أصل التسوق، أصل التسوق عبادة، لكن الصفة، صفة التسوق يكون باليد اليسرى، يمسك المسواك باليد اليسرى لأنه إزالة أذى، وإزالة الأذى في هذه الحالة عبادة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هي صفة العمامة النبوية؟ أهي أقرب للعمامة السودانية؟ ما تخصيص السودانية أو العمانية أو ما تخصص، المهم أن تكون على الصفة الواردة، الواردة في الأحاديث على ما كان عليه العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد وصفوها بأنها تدار على الرأس دور فوق دور حتى تستر معظم الرأس، أكوار يسمونها الأكوار، أكوار العمامة،
تحكم ويكون لها لؤابة من الخلف أو حنك مدار تحت حنك الرجل. هذه هي العمامة، بحيث إذا نظرت إليها وجدتها ساترة للرأس أو لمعظم الرأس. إذا كانت على هذه الصفة فهي التي يمسح عليها. ولا العمائم الآن في المغاربة والشناقطة والسودانيين والعمانيين وكلهم يحطون عمائم الآن، لكن حنا ما ننظر إلى عمامة السودان أو عمامة المغرب أو عمامة كذا أو شناقطة، أو ننظر إلى ما ورد في وصف العمامة، ما ورد فيها من كلام أهل العلم. نعم. فما كان موافقا لكلام أهل العلم ومواصفاتهم فهو العمامة التي يمسح عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل واقفا، هذا النهي خاص بنوع معين من الأحذية أن يشمل جميع أنواعها؟ هذا والله أعلم. إذا كان الامتعال يحتاج إلى عمل وإلى شد ورب فإن الرجل يعمله وهو جالس. أما مسألة ما عليه الحال الآن من وجود النعال المعروفة الآن ما فيها مشقة، يلبسها الإنسان وهو واقف، يعني ما تحتاج إلى شد ولا إلى رب ولا إلى أي عمل، يعني ما تحتاج إلى شد عند اللبس وإلى حل عند الخلع، هذه ما تحتاج إلى أن الإنسان يجلس. أما إذا كان هذا يحتاج إلى عمل وإلى ربط وإلى حل يكون من جالس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الفرق بين المصلى والمسجد أرجو التوضيح بينهما. المسجد ما كان معدا للصلاة دائما، ما كان معدا للصلاة دائما هذا مسجد، وأما ما كان يصلى فيه بعض الأحيان هذا يسمى مصلى. وكذلك مصلى العيد ومصلى الاستسقاء ومصلى الجنائز هذه ما تسمى مساجد، هذه تسمى مصليات. مصلى النساء في بيوتهن إذا عدت لها مصلى تصلي فيه ما يسمى مسجد، هذا يسمى مصلى. المسجد ما أعد للصلاة دائماً وجعل له أسوار وأبواب ومداخل ومخارج، هذا المسجد. نعم. مسجدا يعني محل الصلاة، محل الصلاة. فالمسجد يطلق ويراد به ما تجوز الصلاة فيه، ويطلق ويراد به ما خصص للصلاة بصفة دائمة وكان وقفاً على الصلاة، وقف يصبح وقف لا يجوز نقله ولا تغييره، مثل هذا المسجد الآن هذا وقف، وكل المساجد الآن أوقاف، هذه المساجد. أما من ناحية جواز الصلاة في البقاع كلها مسجد ولله الحمد، تخفيف على هذه الأمة، إلا ما استثني من المواضع السبعة، ما استثني من المواضع السبعة كمعاطن الإبل و الحمامات والمجزرة والمقبرة وإلى آخره. نعم. قارعة الطريق هذه منهي عن الصلاة فيها. نعم. نعم. ها؟ أن المسجد يأخذ أحكام المسجد، فمن دخله لا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحائض والنفساء والجنوب لا يجوز لهم دخول الجلوس في المسجد، لا يجوز لهم الجلوس في المسجد. المسجد لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه ويصرف في مسجد آخر. أما المصليات فلا، ليست لها هذه الأحكام، يجوز أن يجلس فيه بدون تحية ولا صلاة تحية إذا دخل فيه، ويجوز للحائض أن تجلس فيه، ويجوز أن يباع لأنه ما أصبح وقف. نعم. إلى آخره. نعم. الشيخ نحن نصلي في المدرسة، الإمام
ومن خلفه ثلاثة سهور، ثم بعد ذلك مكان نحن نصلي في مدرسة الإمام ومن خلفه هو من خلفه ثلاثة سهور، ثم بعد ذلك مكان يمكن إقامة صفين فيه، وجعل ذلك للطريق. وبعد هذا كله بقية الطلاب في داخل المصلى، فهل يجوز فصل الصفوف أم يشترط تتابعها من غير فاصل؟ إذا أمكن تواصل الصفوف هذا واجب، إذا أمكن تواصل الصفوف فهذا واجب، وإذا لم يمكن لضيق المكان كثرة الناس فلا مانع من أن يكون بعض الصفوف خارج المسجد أو خارج المصلى مثل صلاة الجمعة. لو ضاق المسجد وصلوا الناس في الشارع جائز هذا للضرورة، بشرط أن يسمعوا صوت الإمام أو يروا من خلفه بحيث يقتدون به. فإذا كانت المدرسة ضيقة واحتاج المصلون إلى أن يصلوا وبينهم فواصل لضيق المكان ما في مانع إن شاء الله. نعم حسب الحاجة والضرورة. نعم ما يخالف لا بأس، ما داموا يسمعون صوته ما يخالف. يجوز أن يكون المأموم أرفع من الإمام، ويجوز العكس أن يكون الإمام أرفع من المأموم، ما في مانع. يجوز أن يكون الإمام في الدور الثالث وبعض الجماعة في الدور الأرضي، خالف ما في مانع. ويجوز العكس أن يكون المأموم في الدور الأعلى والإمام في الدور الأرضي، إذا امتلأت الأدوار ما خالف. أما إذا كان هذا من باب الكسل ومن باب هذا ما يجوز، لأن هذا ما تواصلت الصفوف ولا في ضرورة تدعو إلى هذا. نعم. الإمام في الطابق الأرضي يا شيخ، الطابق الأرضي متقدمين الصفوف على الإمام. لا ما يتقدمون بهذا، بشرط لا يتقدموا على الإمام. يجب أن يكون ما بين الإمام وبين القبلة أحد. أما إذا كانوا عن يمينه أو عن شماله ما يخالف لو تقدموا، إذا لم يكونوا أمامه في الجهة التي هو فيها، يعني بينه وبين القبلة، إذا كانوا عن يمينه أو شماله جاز ولو كانوا متقدمين، يعني جهة الإمام ما فيها أحد. مورد عن إيش؟ لا بأس بالعلو، الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وصلى ثم نزل ثم صعد ثم قال يريد أن يعلمهم الصلاة، ما في معنى العلو اليسير، ما في معنى. ها؟ العلو اليسير ما يخالف ولو كان الإمام وحده والجماعة تحته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهو على المنبر والجماعة في الأرض. أما العلو الكثير قالوا لا بد يكون مع الإمام أحد من المأمومين، إذا كان معه أحد زال المحذور، إذا صار معه بعض المأمومين زال المحذور. نعم. أين استفضل الشيخ فقط الله، شخص توضأ وصلى الفجر وبعد صلاة الظهر تذكر أنه على جهالة من الليل ومحذورات، صلى إيش؟ شخص توضأ وصلى الفجر وبعد صلاة الظهر تذكر أنه على جهاده في البيت، حكم ذلك أن يغتسل ويعيد الصلاة، يعيد صلاة الفجر ثم يصلي الظهر بعدها، يصلي الظهر يعني يقضي الصلاة الفائتة ثم يصلي الصلاة الحاضرة، لأن صلاته الفجر وهو على جنابه غير صحيحة، والنسيان لا يسقط عنه الاغتسال، النسيان ما يسقط الاغتسال. نعم. لأن الواجب لا يسقط بالنسيان، الواجب لا يسقط بالنسيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يفعل من أراد الخروج من الصلاة؟ هل يسلم أو تفعل بنية لترك الصلاة؟ خروج من الصلاة ليش؟ ها؟ إذا أقيمت عن الصلاة.
قيمة الصلاة يبي يقطع النافلة يخرج منها بسلام أحسن، يخرج بسلام أحسن، وإن خرج بدون سلام هذا جاي. نعم. الصدفة يعني إذا كان المراد بها النادر، الشيء النادر في بأس، أما إذا كان الصدفة معناها أنه غير مقدر لا، لكن هذا بعيد أنه يكون على لسان المسلم. صدفة يعني من غير تقدير من الله هذا لا يجوز، هذا كفر بالقدر، لكن هذا لا يأتي على لسان المسلم. يقولون صدفة وهم يريدون هذا شيء نادر أو شيء ما حسب له الإنسان حسابه، هذا مراده، فلا حرج فيه إن شاء الله. وكذلك الحظ، حظك جيد اللي حصلت كذا، حظك جيد اللي جيت في هذا الوقت، ما في مانع إن شاء الله، إيش المانع منه؟ نعم. خلى على الله، أي ما في مانع، شنو؟ أقول ما في مانع، يقول كل هذا إلى الله، ما بالتوكل على الله، خلى على الله يعني توكل على الله. نعم. ها؟ على الله، هي اللي كلمت على الله لا تجيبها، قال ما صدقت اني حصلت او ما حصلت، عين وش الدليل؟ مش الداعي لقولك على الله، قال ما صدقت اني حصلت، ما صدقت اني اراك، اما قولك ما صدقت على الله اني حصلت، هذه الزياده لا ينبغي ذكرها، انها ليس لها معنى. نعم. شو بالنسبه للمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج سمام تحليق، ما معنى هذا؟ إذا كانوا يعتقدون أن الحلق أنه واجب، يعتقدون أن الحلق أنه واجب، أو اتخذوه شعارا لهم فلا يجوز، أما إذا فعلوه من باب المباح فلا، فعل المباح إذا فعل على أنه مباح وليس شعارا فهو من إقرار الله سبحانه وتعالى. فإذا أقرضت أخاك المسلم فقد أقرضت الله عز وجل، يعني أن أجرك على الله سبحانه وتعالى، ما هو معناه أن الله محتاج، لكن أخوك المسلم محتاج، فإذا أقرضت أخاك ونفعته فكأنما أقرضت الله، يعني الله هو الذي تكفل بإرجاع هذا المبلغ لك وإرجاع الأجر لك، وأي نفقة أنفقتها في سبيل الله فإنها إقراض لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله يأجرك عليها ويثيبك عليها، لا معنى، لا ليس بمعنى أن الله فقير، أن المال مال الله سبحانه وتعالى، كل الأموال وخزائن السماوات والأرض ملك لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إن الله يقول عبدي جعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني، مرضت فلم تعودي، وفسر ذلك بأن عبده فلان جاع أو عطش أو مرض، فلو أن أخاه أحسن إليه بإسقائه أو إطعامه أو زيارته وهو مريض فإن هذا يكون مدخراً له عند الله سبحانه وتعالى. هذا من الحث، قوله من ذا الذي يقرض الله، هذا فيه الحث على بذل الأموال في سبيل الله عز وجل. إذا كان الله هو المقترض فلا تخف ضياع مالك أو تخف ضياع أجرك منه سبحانه وتعالى، هذا تكفل من الله سبحانه وتعالى للمحسنين بأن يعوضهم خيرا مما دفعوا. نعم. لا، ما يعني اشتراط الأجل في القرض ما هو وارد، لأن قصدك التوسعة على أخيك، فأنت إذا حددت له أجل معين قد يكون مما يضيق عليه هذا الشيء. فالقرض حال ولو أجله، يقولون حال ولو أجله، لأن الأمر فيه راجع إلى الطرف الثاني. لكن لاحظوا أنه يجب على المقترض أن يرد المال في أسرع وقت ممكن، لأن بعض الناس خصوصا في هذا الزمان يقترضون الأموال ويقضون حاجتهم ثم بعد ذلك يتساهلون بقضاء هذا الشيء، وهذا مما حمل التجار وحمل الأغنياء على عدم الإقراض. يقول والله أنا إذا أعطيته الدراهم وأقرضته
ما يرجعها لي إلا بعد الطلب وبعض الإلحاح، وربما ينكرها النهاية. فحصل بسبب ذلك البخل بالإقرار وإمساك الناس لأموالهم. ولهذا يجب على المقترضين أن يبادروا بالسداد على أحسن وجه، وأن لا يماطلوا ولا يحوجوا المقرضين إلى المطالبة وإلى التعب حتى يبقى هذا الباب مفتوحا. الآن الناس لما انسد عليهم باب القرض لجأوا إلى الربا، لأن المسكين المحتاج إذا لم يجد من يقرضه وهو محتاج الآن ولا يجد إلا البنوك، ربما أنه ما يبالي، يقول أنا بسدد حاجتي ولو من البنوك. لكن لو وجد ناس من المحسنين ومن الناس اللي يقرضون إلى سعة وإلى لما ذهب كثير من الناس إلى البنوك الربوية. ولكن نقول ربما يكون السبب في انسداد باب القرض تصرف المقترضين وإساءتهم إلى المقرضين والمماطلة وعدم المبالاة، لأنه إذا قضى حاجته ما عاد يبالي بأخيه ويبادر بتسديده وعدم إتعابه في تحصيل حقه عليه. نعم. إن أقرض بشرط الرهن هل له أن ينتفع بالمال؟ لا، ما ينتفع بالمرهون أبدا، إلا في مقابل إذا كان يعلفه ولا يسقيه ولا يقوم على، إذا كان المرهون دابة تحتاج إلى سقي وإلى علف تعذر أن صاحبها يعلفها أو يسقيها، فللراهن أنه ينتفع بها في مقابل النفقة. ما ينضبط مقابل النفقة ولو تفاوت ما يخالف، الأمر بسيط. السيارة ما تحتاج إلى نفقة، لا لا، السيارة يوقفها، لكن الدابة لو ما سقيت ماتت أو ما أعطيت علف تموت، لكن السيارة إذا وقفتها ما تموت، تأخذ سنين. الكلام على الدواب التي تموت لو لم ينفق عليها. نعم.